بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي أحبائي تلاميذ الصف الثالث الابتدائي بشركة آفاق التعليمية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس الوحدة الثامنة وأول درس بعنوان الأحياء البحرية. قبل أن نبدأ في الدرس نتذكر معا ما درسناه بالوحدة السابقة الوحدة السابعة من علماء المسلمين، والسؤال هو: من هو أبو الكيمياء؟ العالم الذي لقب بأبو الكيمياء الذي اخترع الورق المقاوم للنار. أحسنت يا بطل، جابر بن حيان، بارك الله فيك. طيب، من الذي اخترع خيوط الجراحة؟ من الذي اخترع خيوط الجراحة من أمعاء الحيوانات؟ ها يا بطل، أحسنت، بارك الله فيك، أحسنت، هو أبو بكر الرازي. أحسنتم يا أبطال وبارك الله فيكم جميعا. نبدأ بسم الله الدرس الأول الأحياء البحرية. تعيش في البحار والمحيطات كائنات حية كثيرة، من أهمها الأسماك، وهي متعددة الأنواع والأحجام، فمنها الصغير كالسردين، والكبير كالهامور والبياض، والضخم كالحوت والقرش والدلفين، الذي يوصف بأنه صديق للإنسان. السلاحف، وهي من أطول الكائنات البحرية عمرا، فقد تعيش أكثر من 100 سنة. نجم البحر، وهو حيوان يشبه النجم في شكله، وهو مختلف في أحجامه وألوانه، وله 5 أذرع متشابهة الشكل والطول والحجم. المرجان، وهو حيوان على شكل شجرة ذات ساق سميكة، يكثر في البحر الأحمر، منه الأصفر والأحمر والأزرق. المحار، وهو أعجب ما في البحر، وهو يهبط إلى الأعماق داخل صدفة تقيه الأقطار، وهو موجود في كثير من بحار العالم، ولسكان الخليج العربي تاريخ في صيد المحاري واستخراج اللؤلؤ والمتاجرة به. سرطان البحر، وهو حيوان عجيب يتحرك سريعا في كل الاتجاهات دون أن يغير اتجاه جسمه، ويعرف بأبو مقص الأخطبوط، وهو حيوان مميز له 3 قلوب و8 أذرع قوية، كما أنه يستطيع تغيير لونه ليناسب البيئة التي يختبئ فيها. فسبحان الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. قنديل البحر، وهو حيوان شفاف ليس له رأس، يشكل الماء نسبة عالية من وزنه. وهناك كثير من المخلوقات الغريبة العجيبة التي تعيش في البحار والمحيطات، فما أعظم قدرة الله، وما أبدع صنعه في خلقه. بعد أن انتهينا من قراءة الدرس يا أبنائي، ننتقل إلى الأسئلة. أولا أجيب شفهيا عن الأسئلة التالية: لماذا سمي نجم البحر بهذا الاسم؟ ليه نجم البحر سمي بهذا الاسم؟ سنتم لأنه حيوان يشبه النجم في شكله، بارك الله فيكم يا أبناء. ما الحيوان الذي نراه على شكل شجرة وله ألوان مختلفة؟ المرجان، أحسنت، بارك الله فيك يا بطل. اشتهر سكان الخليج بصيد حيوان بحري، فما هو؟ اللؤلؤ، سنتم يا أبطال.
ما الحيوان الذي يعرف بأبو مقص؟ الحيوان الذي يعرف بأبو مقص اسمه ايه؟ هيا أبطال، سرطان البحر. أحسنتم. ما الذي يميز حيوان الأخطبوط عن غيره من الحيوانات البحرية؟ له 3 قلوب وثمانية أظهر، يعني قوية. ما اسم الحيوان الذي ليس له رأس؟ ها، قنديل البحر. أحسنتم يا أبطال وبارك الله فيكم جميعا. أتعرف صورة الحيوان البحري ثم أصره بما يميزه. سمك القرش، ها، من الحيوانات البحرية الضخمة، من الحيوانات البحرية الضخمة. سنت. نجم البحر له 5 أذرع. اللؤلؤ، ها، يعيش داخل صدفة. نوصلة، يعيش داخل صدفة. السلاحف من أطول الحيوانات البحرية عمرا. سنت. الدولفين صديق الإنسان. الأخطبوط له 3 قلوب. أحسنتم يا أبنائي وبارك الله فيكم. في هذا السؤال يطلب مني المعنى المناسب للكلمة الصدفة. كلمة صدفة ها تعني الوعاء الرقيق. الصدفة هذه يا أبنائي تحمي اللؤلؤ، يعني لا بد أن تكون قوية أم ضعيفة؟ قوية. أحسنتم. فهو وعاء صلب، بالصدفة أضع علامة صح هنا، وعاء صلب. يهبط، ما معنى يهبط؟ يصعد أم ينزل؟ ها، ينزل من الأعلى إلى الأسفل. ينزل من الأعلى إلى الأسفل. أحسنتم يا أبناء. أهم الكائنات الحية التي تعيش في البحار. أملأ الخريطة الذهنية. حيوان ليس له رأس، قنديل البحري. أحسنت. السلاحف، ما يميز السلاحف؟ أنها أطول الكائنات البحرية عمرا. ما الحيوان الذي يعرف بأبو مقص؟ ها، سرطان البحر. المحار، يعيش داخل صدفة. الحيوان الذي على شكل شجرة، المرجان. الأخطبوط له 3 قلوب، ها، متعددة الأنواع والأحجام، ها، الأسماك. نجم البحر يشبه النجم في شكله. واضح كده يا أبنائي؟ ضد الكلمات، وضحنا سابقا الضد العكس والمرادف المعنى. فهنا يطلب مني ضد الكلمات صديق، صديقي، ها، ضدها عدو. سميكة، سميكة، ضدها رقيقة. الأحياء، ضدها الأموات. تعيش، ضدها تموت. أحسنتم يا أبنائي. 3، أقرأ النص وأستخرج منه ما يأتي. اتجاه، هذه مفرد، درسنا المفرد والمثنى والجمع. درسنا المفرد والمثنى والجمع. اتجاه، هذه الكلمة مفرد أم جمع؟ مفرد، ها، جمعها الاتجاهات. أحسنتم. مقصان، هذه الكلمة دلت على واحد أم اثنين أم أكثر؟ اثنين، ها، تبقى يا بطل مثنى، إذن هي مثنى. أحسنت. مقصان مفردها مقص واحد. حي، هذه الكلمة مذكر أم مؤنث؟ لكي تفرق يا بطل، لكي تفرق بين المذكر والمؤنث نضع اسم الإشارة، هذا وهذه. هذا حي، هذا باب، هذا قلم. يبقى هذا تأتي مع الكلمة المذكرة، لتفرق بين المذكر والمؤنث نضع هذا أم هذه. خلاص،
يبقى هذا حي، هذه الكلمة مذكرة، نريد مؤنث لكلمة حي، حية، حية. أجسام، أجسام جمع، مفردها جسم، سنت. ينزل معناها يهبط، يهبط. عجيبة، هل هي مؤنث أم مذكر؟ هذه عجيبة، مؤنث، سنت، مؤنث، بطل، مذكرها عجيب. نأتي لخريطة الكلمة، يطلب مني في هذا المثال المرادف، المعنى والضد والنوع، ونضع الكلمة في جملة ونزيد نوع الجملة، هل هي اسمية أم فعلية؟ نوضح مرادف المعنى، متشابهة، متماثلة، نفس بعض، ضدها مختلفة، نوعها هل هي اسم أم فعل؟ أقف عند النوع، أقف عند النوع. هنا النوع لكي أفرق بين الكلمة، أريد أن أعرف هل هي اسم أم فعل. متشابهة، متشابهة في دلالات وعلامات، ذكرنا علامات للاسم وعلامات للفعل. علامات الاسم قلنا أل، دخول أل، أو تأتي بها تاء مربوطة، أو التنوين، الكلمة بها تاء مربوطة، نعم فهي اسم، يبقى النوع اسم، النوع هي اسم يا فعل، هنا في تاء مربوطة، هذه من علامات الاسم، هي اسم. نضع الكلمة في جملة، البحار متشابهة أو الأسماك متشابهة. طيب نوع الجملة، الجملة نوعان، جملة اسمية وجملة فعلية. ننظر إلى بداية الجملة، إذا كانت تبدأ باسم فهي اسمية، وإذا بدأت الجملة بفعل فهي فعلية. نرى أن هذا الجملة البحار، ال من علامات الاسم من فعل يا بطل، الاسم، أحسنت بارك الله فيك. فالجملة هنا جملة اسمية، جملة اسمية. نلاحظ التنوين هنا، التنوين يا أبنائي ثلاثة أنواع، تنوين ضم، تنوين كسر، تنوين فتح. والتنوين هو نطق نون ساكنة تأتي آخر الكلمة نطقا وليس كتابة، لا نكتبها، ننطقها فقط. تنوين يعني الباء بو، طب أحط ضمتين بن، بي كسرة، كسرتين بن، باء فتحة، فتحتين بن، وكذلك باقي الحروف تا، ها، تن، تي، تن، تو، تن، ثن، تن، ثن. التنوين ننطقها نون، لا نكتبها شباب، بعض الأولاد يكتبوا النون، لا تكتب النون، مختلف، فن، فن، فن. ها أوضح لك المثال هنا، لاحظ معي، مختلف تنوين ضم، مختلف تنوين كسر، مختلفا تنوين فتح. طيب هذه الكلمات ألاحظ تنوين الفتح، نضيف ألف في النهاية، شوف هنا الكسر ما ضفنا شيء، في الضم ما ضفنا، في الفتح نضيف لكل الحروف، نضيف لها ألف، إلا الكلمة التي تنتهي بتاء مربوطة، إذا وضعنا لها فتحتان لا نضيف ألف. هنا المثال لا نضيف ألف، مدرسة ما في ألف، إذا انتهت الكلمة بهمزة قبلها مد ألف، سماء نضع الفتحتين على همزة ولا نضيف ألف في النهاية، ملقا انتهت بألف مقصورة نضع الفتحتين على القاء، ملقا ولا نضيف ألف، الألف المهموزة في نهاية الكلمة خطأ، خطأ همزة إيه؟ الألف قطأ أن لا نضيف ألف. يبقى هذه الأربع أشكال التي لا نضيف لها الألف في تنوين الفتح، واضح كده شباب؟ يبقى التنوين عندي ثلاثة أنواع، فتح وضم وكسر. ننتقل إلى اسم التفضيل، وركز معي بني على التفضيل، هنا يطلب مني
تفضيل، التفضيل المقارنة بين شيئين، شيء ها أفضل من شيء في شيء، أطول أكثر، نهر النيل أطول أنهار العالم، أطول نهر النيل أطول، بفضل بين شيئين. أكثر السعودية أكثر الدول إنتاجا للنفط. هنا ما أعظم هذا أسلوب يا شباب، من يذكرني؟ أسلوب إيه؟ ها تعجب، أحسنت. ما أعظم قدرة الله، ما أعظم قدرة الله، ما أكثر السمك في المياه. يبقى ده أسلوب تعجب وهذا أسلوب تفضيل. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم المعلم محمد عبد الخالق